بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور محمد طلعت نائب رئيس مركز الحوار والدراسات السياسية والعالمية، السيد الدكتور عادل درويش مدير المركز الثقافي المصري السابق في أذربيجان، السيد الدكتور وأخي العزيز أحمد طاهر، السادة والحضور الكرام، أهنئكم وأحييكم باسم السفارة وشكرا للهيئة الدبلوماسية من سفارة أذربيجان وأوزبكستان حضروا معنا في هذه الندوة. وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لمركز الحوار على دعوته الكريمة لي وعلى تنظيمه المتميز لهذه الندوة التي تناقش كتابي أذربيجان ومئوية التأسيس الجمهورية الديمقراطية الأولى في الشرق الإسلامي في الفترة ما بين 1918 و 2018، وهذا احتفالا بمرور 100 عام على قيام هذه الجمهورية. وطبعا ندوة عنوانها هذا الكتاب عبر الكتاب لا يمكن أن نختصر في 10 دقائق، ولكنني سوف أحاول. والكتاب يضم بين تحفتيه أبرز المحطات التاريخية والسياسية والاقتصادية التي مر بها أذربيجان منذ استقلالها، وكذلك يلقي الضوء على أبرز التحديات التي واجهت بها أذربيجان. وطبعا لابد أن نذكر ونشير إلى الدور المهم للشخصيات البارزة القادة في أذربيجان الذين لعبوا دورا مهما في هذه التجربة الرائدة لجمهورية أذربيجان، ونذكر بالأخص السيد محمد أمين رسولزادة مؤسس أذربيجان الديمقراطية، وتاتاريخان خويسكي أول رئيس لحكومة أذربيجان الشعبية، وألمردان بيت بكتباشو ورئيس برلمان أذربيجان أنزالي. ثم جاء الفترة الاستبدال الثاني لجمهورية أذربيجان ليظهر دور الزعيم القومي حيدر عليه الذي أخرج أذربيجان من مرحلة التحديات إلى صوب مزدهر المستقبل.